اليوم مشاهدينا نحن على موعد مع فيلم روائي طويل يعد من أحدث الأفلام التي أنتجتها السينما الإماراتية، وهو فيلم ثوب الشمس الذي حاز على جائزة منحة الإنتاج من مهرجان أبو ظبي السينمائي 2010، بعد أن شارك ولأول مرة كفيلم إماراتي في المسابقة الرسمية للمهرجان. أيضا شارك الفيلم في مهرجان الخليج السينمائي 2011، كما شارك في مهرجان وهران ومهرجان دمشق، وهو مرشح لتمثيل الإمارات في عدة مهرجانات دولية أخرى. تعالوا مشاهدينا نتعرف على مخرج فيلم اليوم من خلال هذا التقرير، ثم نبدأ في مناقشة الفيلم. إنه صاعد الجوائز بلا منازع، وهو أول مخرج إماراتي تتخطى شهرته حدود الوطن بعد مشاركته المتعددة في العديد من المهرجانات المحلية والإقليمية والعالمية. فاستحق المخرج سعيد سالمين المري لقب سفير السينما الإماراتية بعد أن أتاح له فيلمه العالمي بنت مريم أن يحفر له اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما الإماراتية والخليجية بما قدمه في هذا الفيلم من رؤية بصرية متكاملة، مستخدما فيها كافة العناصر السينمائية التي تعبر عن قضية الفيلم الإنسانية بعيدا عن ثرثرة الحوار. لم يكن غريبا أن يحصد فيلم بنت مريم الكثير من الجوائز، منها جوائز أفضل فيلم في مهرجانات مسينا بإيطاليا وروتردام والأردن ودبي وأبوظبي وروسيا والبحرين والدار البيضاء والخليج والعراق والعديد من المهرجانات الأخرى. إبداع سعيد سالمين في بنت مريم لم يكن إلا حصيلة مجموعة خبراته التي حققها في أفلام سابقة، منها أفلام بقايا تراب ومسافر وجدران وهبوب وعرج الطين والغبنة وعرس الدم، وكلها من فئة الأفلام الروائية القصيرة التي حصل معظمها على الجوائز. ومن الأفلام القصيرة انطلق سعيد سالمين نحو حلمه الأكبر في إخراج وتأليف أول فيلم روائي طويل، وهو فيلم ثوب الشمس الذي أضاف فيه إلى إبداعه إبداعا جديدا وبمعالجة بصرية لا تقل فنا وجمالا عن كل أفلامه السابقة. حياكم الله من جديد مشاهدينا، ونرحب طبعا بالأستاذ بشار إبراهيم الناقد السينمائي. مرحبا بك يانا. أهلا وسهلا. حياك الله. يعني أستاذ بشار، يعني في مخرجين أخرجوا الأفلام اللي بالفعل أثبتت وجودها في السينما الإماراتية مثل سعيد سالمين بنت مريم، فكان الفيلم الروائي القصير اللي يعني حصل على الكثير من الجوائز. هل يعني يستطيعون زملائه أن مثلا يحققون هذا النجاح في الأفلام القصيرة وأيضا في الأفلام الروائية الطويلة بنفس النجاح ونفس المستويات؟ شوفي، بالبداية يعني احنا بنظلم سعيد سالمين إذا بنختصره بس بفيلم بنت مريم، لأنه هو صحيح أخذ أكثر عدد من الجوائز لفيلم إماراتي بمهرجانات محلية وعربية، نعم، وخارج الوطن العربي حتى، لكنه راح لازم ننتبه، لأنه سعيد سالمين من بداية مسيرته في أكثر من فيلم أخذ جوائز، وبالتالي هي الجوائز ملازمته في غالبية أفلامه. يعني بعرج الطين أخذ جائزة، بالغبنة أخذ جائزة، في مجموعة من يعني حتى البعض بيسميه صائد الجوائز، يعني إنه بس يعني سعيد سالمين أحد المخرجين السينمائيين الإماراتيين الذي يعني أتقن حرفة أن ينال جوائز، ما شاء الله، سواء في الخليج العربي، يعني في منطقة الخليج، حتى في شمال أفريقيا. كانت ريولنا تمشي من نفس الدرب، لكن اليوم ريولي أنا وبس. وصتني نورة أدفنها قرب حلمها اللي واقف يتريى على اليبل، قالت لي تريى غيوم السما تروح وبتلقى ثوب حليمة طايح على قبري.
لما بدنا نحكي عن فيلم ثوب الشمس بدنا نحكي عن انه هو فيلم لسعيد سالمي اجى في سياق تطور وتدرج فني وتقني واضح. سعيد سالمي من هو من الجيل الاوائل اللي بدوا مع افلام من الامارات وقدم عبر من عام 2001 2002 لحد الان سلسله من الافلام فيك تعتبريها محطات سينمائيه من دوره الى دوره في افلام الامارات وصولا لدخوله الى مهرجان ابو ظبي والخليج وانتقاله حتى انفتاح عربيا على اكثر من مهرجانات ان كانت في المنطقه او في شمال افريقيا. نعم. الفيلم بقي سعيد سالمين وفي للخط السينمائي او للنهج السينمائي اللي تميز فيه. يعني على المستوى الحكايه يعني بقول دائما انه سعيد سالمين مثل ما هو صائد جوائز هو صائد حكايه. انه دائما عنده حكايه تراثيه شعبيه اماراتيه بتغوص في المجتمع الاماراتي بتكشف التاريخ الاجتماعي والنفسي العادات التقاليد اللهجات. راح تلاحظي مثلا في فيلم هبوب المجتمع الطبيعه الاماراتيه الحياه الناس موجوده حتى المعتقدات والاوهام والاساطير. راح تلاحظي في عرج الطين موجوده. راح تلاحظي في عرس الدم مشتغل عبر من مصوره براس الخيمه بيبدا ب 69 ثم ننتقل بعد 20 سنه لنعيش عرس الدم واحداث إلها علاقه بطبيعه المجتمع الاماراتي. بثوب الشمس هو حافظ على هذا الخط فرغم انه بدا من دمشق الا انه سرعان ما انتقل الى الامارات وبالامارات في مرحله وفي بيئه تراثيه شعبيه لا يعني هي اقرب الى التاريخ منا الى الحاضر. نعم. فعلى هذا المستوى هو بقي وفي لهذا الخط. على مستوى الفني كرؤيه بصريه يعني دائما انا بلاحظ انه سعيد ميال لا يشتغل في المساحات المفتوحه بالشوارع بالجبال بالوديان بافنيه البيوت بالباحات الاحواش. بعدين دائما لما بينتقل هو دائما عنده داخل وخارج داخل الحجره خارج الحجره. الاطلاله بتكون عبر النوافذ غالبا النوافذ بكون فيها قضبان وكانه بقول لك الداخل معتقل والخارج هو اكثر فضاء اكثر حريه. هون انتقل لدلالات رمزيه ابعد انه صار في قفص حمام. أيوة. صار حتى يصور داخل قفص الحمام. فصار في عنده داخل وخارج بنشوف مثلا من داخل بيطلع بطل على الـ على الـ على الحديقه او على المكان او على الفضاء. بحب اللقطات الواسعه بحب حركه الناس بحب يعني المكان يكون يتنفس عنده. جميل. الاهم انه بتصوري النقل اللي عملها في باب الشمس بثوب الشمس انه هو بفيلم بافلامه السابقه كان يدور بنفس المكان لكن كان يعطي مساحات زمنيه. يعني فيلم عرس الدم مثلا مدته 20 سنه مثلا. هون انتقل الى خارج المكان يعني راح بدا من دمشق وبدا من حكايه في دمشق. كمان دمشق التراثية في الأحياء القديمة في الديكورات القديمة في البيوت الشعبية وانطلق منها ليعود إلى الإمارات إلى أيضا إلى البيئة الأثيرة عنده يبدو هي الجزيرة الحمراء ورأس الخيمة ليصور فيها وليبني جماليات. كثير أنا برأيي هذا الفيلم وفي لسعيد سالمين أو سعيد سالمين عبر فيلم الروائي الطويل هو بقي وفي إلى مسيرته اللي ميزته عن زملائه. يعني مهارة سعيد سالمين أنه استطاع أن يتميز بروح خاصة أن أنت بتشوف الفيلم تقولي هذا سعيد سالمين. هذه اللقطات مثلا اللقطات المنخفضة العالية حركة الكاميرا الأطفال النساء الشيوخ المعتقدات الجن الأرواح أي شيء هو عاشه هو كإماراتي وشافه من طفولته لليوم مختزن بذاكرته موجود في عيونك في السماء وتطالع زين ما زين تشوف حمام من حمام يطير حمام بوليشان يطير فوق كل حمام خلق الله يطير ويحلل على الاسطوح الا حمامنا